تم اليوم بإقاعة الاجتماعات بالمحكمة القضائية حفل التنصيب كل من المدعي العام مختار عبد الحكيم دوتم ونائبيه. المناسبة شهدت حضورا كبيرا من قبل القضاء والكتاب. أدم حنفي فضل. بمرسوم رئاسي رقم 2307 يقضي بتعيين السيد مختار عبد الحكيم دوتم مدعي عام لمحكمة العدل وبتعيين كل من النائب الأول توكابيرينو والنائب الثاني عمر محمد كيدلاي. لذا جاءت هذه المناسبة التي ترأسها رئيس الجلسة السيد لينان تيموتي، والذي قال في خطابه بعد تنصيب هؤلاء القضاة إن العمل القضائي هو عمل صدق وعدل كما يختار من قبل الجهات الموثوقة بمن يتم تعيينه في هذا المجال بعدة خصائص. هذا فإن هؤلاء القضاة الثلاث أنهم داروا عدة أعمال قضائية مختلفة بشتى أقاليم البلاد، واليوم كانوا قضاة على رأس محكمة العدل بالعاصمة جمينة. قام اليوم عمدة الدائرة التاسعة بجولة تفقدية لمحلات صنعة الزيوت الكائنة بحي تكرى، ذلك بهدف الوقوف على سير العمل في هذه المحلات ومعرفة مدى احترامها للشروط الصحية. رمات جبريل أنجل. يمكن أن نصف هذا القيام لفترة طويلة من طرف مسؤولي بلدية الدائرة التاسعة باللامبالاة أو عدم إلمامهم التام لإدراكهم لما تقوم به هذه الشركات التقليدية لصناعة الزيوت. أفاق العمدة ومن معه بتأخير لمعرفة خطورة هذه الأعمال التي تذهب بالدرجة الأولى إلى تدمير كافة الجهود الصحية المكثفة التي تقوم بها الحكومة للمواطنين. تدمير يأتي بسبب هذه المنتجات التي تعالج بطريقة بدائية ومتخلفة بصورة واسعة، على حد قول عمدة بلدية الدائرة التاسعة. ناس قاعدين كوميرسان دواسة قاعدين تشوفوا ما أولون في شغل له. قاعدين يمشي يشيلوا فول وسخان عند فوق التراب عند فوق الحيوانات عند فوق كل شيء ده. قاعدين تشوفوا كان جو هنا كله وكده اللي يدوروا يسووا دين ده كله فول له بفجقوا بينالهم ونفس نطلب من وزارة سهرة وكل هالي يجيب ناسا يجي يسي انكيت. بعد ما اننا هسه انا وبليجي انه سدوا بكانات دول انه سدوا. بعد ما المينستير جاء سوا كونستا وكان ناس دول كله قبل وسوا هموتهم كله عديل لبسوا التاني انام بكاناتهم ده كل يدور يسي كارو كل شيء. يعني المهم بكانهم كان بيجي النظيف المينستر كتب لنا قول بعد أنا خلهم يخدمه، لكن حصل أنه صدم إن شاء الله. عدم قياب أجهزة المراقبة لهذه المواد الاستهلاكية زاد من الشرخ الموجود أصلا، في حين أن توزيع هذه الزيوت لم يتوقف في العاصمة جمينة فقط بل طال حتى بعض الأقاليم الشمالية. التقت رئيسة اتحاد التجمعات النسائية الزراعية والنسائية جوز أمير حج عزيزة مالوم، التقت بأعضاء الاتحاد وممثلي التجمعات الزراعية بقرية بادو بإقليم شاربة قرمي، وذلك بهدف تشجيعهم للمواصلة في العمل الخاص بالإنتاج الزراعي لا سيما الزراعة الشتوية. محمد حسن آدم. في إطار أنشطتها الرامية إلى تمكين المرأة الريفية وتحسين أوضاعها المعيشية، فقد التقت رئيسة اتحاد التجمعات النسائية الزراعية والرعوية جوز أمير الحاج عزيزة مالوم مع ممثلي التجمعات الزراعية بقرية بارا الواقعة على بعد 30 كيلومتر من العاصمة أنجمينة، وذلك بهدف معرفة سير العمل بالحقول الزراعية وكذا الصعوبات التي تواجه المنتجين الزراعيين بتلك المنطقة. وبهذه المناسبة فقد عبرنا بعض من ممثلي التجمعات الزراعية عن انطباعاتهن تجاه هذه البادرة الطيبة. هسا دخلي منا دي بيقال لينا شيء ندور لينا حراتات الأرضية عندنا وسيع والشغل اللي بيزمرك ما فيه، ندور لينا حراتات ندور لينا خدامين، وقال لنا دي كان الله انطانا لها كلها عشان ننطولها حجة عزيزة تمشي لينا بيه قدام، وندور لنا مغازي ده كل سكر كبير جنبنا كورناري ده بس الحكومة تسائلنا. رئيسة اتحاد التجمعات النسائية الزراعية والرعوية جوز أمير أكدت بأن الهدف من هذه الزيارة تطبيق سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى الاهتمام بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. وقال اشتغل مع أخواني سيد القركمة كم 20 قركمة معي، وقال نساعدهم والحمد لله. هسه الرئيس كله قال لنا كيف تجار وناس البرة كلهم كي يقوموا نكونوا الزراعات، والحمد لله هسه أنا جيت في الزراعات وندور نزود الهكتارات حقنا وندور تراكتر يعاونونا في التراكترات
لما نلقوا من بنك الزراعي وحسب بنك الزراعي ما قاعد بيجيب الكاركتر. هسه عندنا مشكلة بتاع الحراتات، وعندنا مشكلة بتاع الأدوية، وعندنا مشكلة تانية بتاع الموية. لكن كل لقينا ده لقينا جماعة قاعدين يساعدوا بهرتوا معانا، وندور نزود المساحات وندور نسو المساحة تلقى كبيرة، ونزود الزراعة ونطور إن شاء الله في الزراعة. كلنا كنا نركزوا في الزراعة، وده بس إن شاء الله أي نادي تاجر تاجرة راجل مرة كلكم أمرقوا في الزراعة. ما هذا أمرقوا بس أحد بس نقيله ونجو سبت نقيله نجو، خلينا نجو نهرته ونجو نسوي إنتاج. وننوه إلى أن اتحاد التجمعات النسائية الزراعية والرعوية قوس أمير فتح عدة فروع بمختلف مدن وأقاليم البلاد، وقد ساهم في تعزيز ورفع قدرات وكفاءات العديد من الجمعيات والتجمعات الزراعية النسائية. جرت بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين بغية رفع قدرات العاملين في البلدية. المناسبة ترأسها الأمين العام النائب لبلدية أنجمينة حسن علي عمر. تقرير أدم حنفي شرفت. بهدف رفع قدرات العاملين في بلدية أنجمينة جاءت هذه الورشة التي نظمتها جمعية المدافعة لحقوق المستهلكين لصالح العاملين في البلديات، حيث أوضح منسق الجمعية يحيى سجيم في كلمته بأن هذه الورشة فرصة لتقديم نداء الجمعية للعاملين في قطاعات البلديات العشر، طالبا من المشاركين الاستفادة القصوى وترجمتها على أرض الواقع. الأمين العام النائب لبلدية أنجمينة حسن علي أمر أثناء افتتاحه لهذه الورشة لفت انتباه المشاركين بأن البلدية أخذت قرارات تمنع فيه التدخين بمختلف أنواعه في الأماكن العامة والخاصة، وأكد بأن هذه الورشة خير دليل على الشراكة القائمة بين البلدية وشركائها جمعيات المجتمع المدني. شهد أمس فندق فيتيلا بالدائرة السابعة أعمال الورشة التي نظمتها الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة حول استخدامها في كافة المجالات خاصة الزراعية. المناسبة رأسها المدير العام للوكالة حليم السعدية. من أجل تطوير الاستثمار الخاص بالطاقة المتجددة في إفريقيا الغربية ودول الساحل، حيث جاءت هذه الورشة التجريبية لصالح العاملين في مجالات الطاقة المتجددة وبدءا من البنك العالمي. وخلال هذه الورشة التجريبية تداخل بعض المشاركين بتبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة في مجالات تطوير الطاقة المتجددة لصالح المزارعين والعالم الريفي. الطاقة المتجددة يعني يبقى كيف في فون انا ديفلوبمون في زون رورال غينا هو ديفلوبمون في زون رورال داو شنو انينا اننا سياده البهاي اننا بكان الهيرات دونك نازا كل كي بدورو تاكا مدورو الكهرباء. وتبقى الإشارة أن مثل هذه الورشة تسهم في تعزيز وترقية الطاقة المتجددة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى تطوير المشاريع الخاصة بالزراعة بمختلف أنواعها.